الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي وافق على مواجهة الأرجنتين وديا الشهر المقبل، وده ضمن التحضيرات الأخيرة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واللي هتنطلق فعالياتها خلال الفترة من 25 يوليو ل 10 أغسطس المقبلين. فريق بيراميدز حقق الفوز على فريق إنبي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة 20 من بطولة الدوري المصري، وبالنتيجة دي عزز فريق بيراميدز صدارته الجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وفي المقابل بيحتل فريق إنبي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 29 نقطة. لاعب نادي بيراميدز أسامة جلال تم اختياره كأفضل لاعب من رابطة الأندية المصرية في مباراة إنبي بعد ما ساهم في فوز فريقه وحصد 3 نقاط. فريق الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري المصري الممتاز، وبالفوز ده ارتفع رصيد الأهلي ل 24 نقطة في المركز 11، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز 13. مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي واللي جمعتهم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري المصري الممتاز. فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك فاز على فريق مايوكاني الكاميروني بنتيجة 3-0 في إطار ربع نهائي البطولة الأفريقية واللي بيستضيفها الأهلي يتأهل إلى النصف النهائي. فريق بوروسيا دورتموند فاز على فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 خلال المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. المدافع الألماني أنطونيو روديجير توج بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد خلال شهر إبريل الماضي متفوقاً على النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وده بعد المستويات القوية اللي قدمها خلال مباريات الفريق.